السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم سأقدم لكم شرح لدروس اللغة الإنجليزية السنة أولى متوسط، الصفحة 42 43 و44. والآن نبدأ على بركة الله. بسم الله. I read and do. أقرأ وأطبق. نقرأ الديالوج الحوار الوارد بين البنتين. نقرأ: Hello, my name is Razan. Hello, مرحبا. My name is Razan. أنا اسمي رزان. I am 11 years old. عمري 11 سنة. I'm from Algeria. أنا من بلد الجزائر. And I live in بيتنا. وأسكن في بيتنا. I'm a pupil at بنبولعيد Middle School. أنا تلميذ من المدرسة بنبولعيد. How about you? وأنت ماذا عنك؟ Hi. مرحبا. I am Susan. أنا سوزان. I'm 13. عمري 13. I'm from Great Britain. أنا من بريطانيا. And I live in London. وأسكن في لندن. هنا قرأنا هذا الحوار، والآن ننتقل إلى التمارين. Task 1. التمرين الأول. I read and color the correct answer. أقرأ وألون الإجابة الصحيحة. 1. Razan is 11, 12, 13. هنا نرجع إلى النص. هنا مكتوب Razan. I am 11 years old. عمري 11 سنة. الدائرة الصحيحة هي 11. هذه هي الصحيحة. 2. Susan is from. سوزان تسكن في ألجيريا الجزائر. أستراليا. Great Britain في بريطانيا. سنجدها في النص. Susan, I'm from Great Britain. الصحيحة هي Great Britain. لنلونها. هذه هي الصحيحة. I think and write. أفكر وأكتب. You want to join your school English language club. Fill in your ID card. Then introduce yourself to the club members. You want to join your school English language club. أنت تريد انضمام إلى نادي اللغة الإنجليزية. School English language club. نادي اللغة الإنجليزية. Fill. هو fill. املاء. Your ID card. بطاقة التعريف. Then introduce yourself to the club members. ثم قدم نفسك إلى أعضاء النادي. Club members. أعضاء النادي. هذه هي بطاقة التعريف. ID card. نقرأ ما فيها. First name. الاسم. هنا كل شخص يكتب اسمه. Family name. اسم العائلة. Age. العمر. أيضا عمرك. Class. القسم الذي تقرأ فيه. School. المدرسة الذي تقرأ فيها. Town. البلدة التي تسكن فيها. Phone number. هنا تكتب رقم هاتفك أو هاتف والديك وتضع صورتك. أعطيكم هنا مثال. First name الاسم
مريم مثال family name هنا كل واحد يكتب لقبه age 11 years old 11 سنة class school بنبوعيد مثال towns البلدة غليزان phone number 06 63 89 56 02. أيضا هنا مثال وتضعوا صورتكم. هذا الجدول يكون في نهاية المقطع الأول. نقرأ Now I can، الآن أستطيع. I can أستطيع. Yes نعم. Example مثال No لا. Support me ادعمني. يوجد هنا جمل نقرأها I can greet my teacher. أنا أستطيع ألقي التحية على أستاذتي. إذا كنت تستطيع فضع yes نعم وتعطي مثال عن كيفية التحية على الأستاذ مثلا Good morning madam. Good afternoon madam. أوكي. وإذا كنت لا تستطيع فضع no لا وتسأل الدعم بدعم أستاذتك أو شخص آخر ويساعدك. أوكي. I can greet my mate. أستطيع ألقي التحية مع أصدقائي. I can introduce myself. أستطيع تقديم نفسي. I can use polite forms. أستطيع استعمال الصيغ المهذبة. I can ask and answer about the name of a new friend. أستطيع أن أسأل وأجيب حول اسم صديقي الجديد. I can use numbers. أستطيع استخدام الأرقام. I can use to be in the simple present. أستطيع استعمال مساعد to be في زمن المضارع البسيط. I can use personal pronoun. أستطيع استعمال ضمائر شخصية. And I can use possessive adjectives. أستطيع استعمال ضمير الملكية. I can pronounce the sounds. أستطيع نطق الأصوات. E I A. أوكي. وإلى هذا أكمل معكم هذا الفيديو. نلتقي في فيديو آخر مع شرح آخر. وإلى اللقاء أصدقائي. Goodbye my friends.